السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الرجاويين اخواتي الرجاويات، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي قبل مباراة شباب المحمدية. ولكن قبل ما تفرجوا في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. ونخليك دابا مع الانترو. خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات، نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. بعد الاحتدام الصراع على اللقب بين الوداد والرجاء خارطة طريق الفريقين فيما تبقى من المباريات البطولة. دخلت البطولة الاحترافية إنوي في مراحلها الحاسمة، حيث احتدم الصراع على اللقب بين الفريقين الغريم والرجاء الرياضيين. إذا احتل الأول الصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الثاني، واشتعل الصراع على اللقب بعد فوز فريق الرجاء على الغريم في مباراة الديربي الجولة 25 وتقليصه للفارق النقاط بين الطرفين إلى نقطة واحدة. وسيستقبل فريق الوداد 3 مباريات داخل ميدانه فيما تبقى من منافسات البطولة، على أن يجرى مقابلتين خارج الميدان، فيما سيخوض الفريق الرجاء مباراتين داخل الميدان وثلاثة مواجهات خارج الديار. وسيواجه فريق الأحمر في الجولة 26 ضيفه الشباب الرياضي السالمي، على أن يواجه الرجاء شباب المحمدية بملعب البشير، فيما يستقبل الفريق الأخضر في الجولة 27 أولمبيك أسفي، على أن يرحل الوداد إلى الشرق المملكة لمواجهة نهضة شبركان. وسيعود الوداد إلى استقبال داخل ميداني في الجولة 28، حيث سيواجه الدفاع الحسني الجديري على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، فيما سيحل الرجاء ضيفا على الحسنية في ملعب أكادير الكبير. وسيستقبل فريق الرجاء الرياضي في الجولة 29 في مباراة الكلاسيكو الجيش الملكي في ملعب محمد الخامس، في حين سيحل الوداد ضيفا على مولودية وجدة في مدينة وجدة. وخلال الجولة 30 والأخيرة سيستقبل فريق الوداد ضيفه الفتح الرباطي، فيما سيواجه الرجاء مضيفه الماس على أرضية ملعب فاس الكبير، ويحتل الفريق الأحمر صدارة الدوري الاحترافي برصيد 53 نقطة، فيما يحتل غريمه الرجاء المركز الثاني برصيد 52 نقطة. وهنا خوتي الرجاويين خوتي الرجاويات، الفيديو ديالنا سالا. الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش انك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وديما رجا تعيش الرجاء.